بعد إجراء بعض التعديلات. وأبرز بنود اللائحة لائحة القيد الجديدة هي إيه؟ رقم واحد، قيد 30 لاعب في قوائم الأندية بالموسم الجديد. يعني السنة اللي فاتت كانت مفتوحة، دلوقتي بقت 30 لاعب بس. طيب رقم اتنين، السماح لكل نادي بقيد 4 لاعبين أجانب على أن يتم تقليل العدد في موسم 2020-2021. الموسم ده بس 4 أجانب، اللي جاي بقى 2-3 هم أحرار. الموسم ده 4 أجانب، يعني الأربع أجانب اللي مع النادي الأهلي ماشي شغالين. نخش في التالت، السماح بقيد لاعب واحد فلسطيني أو سوري أو شمال أفريقي ويعامل كلاعب مصري. أوبا، يعني كده، أو على أن يطبق طبعا المادة دي في موسم 2019-2020 فقط. يعني كده معنى كده أن الأهلي عنده 5 لعيبة، منهم علي معلول تونسي خلاص ما يتحسبش، أزارو مثلا يتحسب أجنبي خلاص، أجاييه أجنبي، جيرالدو أجنبي، اللعيب الجديد اللي جابه أوليو ديانج خلاص، يبقى كده نادي الأهلي بقى لو هيجيب حد تاني ما ينفعش لازم يمشي. لكن دلوقتي الخمسة اللي عند النادي الأهلي شغالين. طيب هو فلسطيني أو سوري أو شمال أفريقي، يعني أنت لو جبت لعيب تونسي مثلا خلاص ما تقدرش تجيب لعيب سوري أو لعيب فلسطيني، لو جبت لعيب فلسطيني خلاص ما تقدرش تجيب تونسي أو سوري، يعني أيهما يعني. لو جبت لعيب سوري، كل طبعا الاحترام لأسماء البلاد الجميلة اللي أنا بنطقها، فلسطين، سوريا، شمال أفريقيا كلها، الجزائر والمغرب وتونس. النقطة الرابعة، لا يجوز لأي نادي إعارة أكتر، أقفوا هنا أقفوا، لا يجوز لأي نادي إعارة أكتر من 5 لاعبين في الموسم الواحد على أن يتم رفع أسماء المعارين من قائمته. يا نهار أبيض، ده في حكاية كبيرة قوي بقى. سريعا مش هطول عليكم، إيه الحكاية؟ الزمالك مثلا كان مقيد 27 لاعب في القائمة الأساسية وعنده 16 لاعب معار، بقوا 43، وعنده أشرف مثلا بن شرقي يبقى 44. قائمة جديدة بتقول 30 ويعير 5، يعني مطالب النادي الزمالك ان هو يمشي 11 لعيب غير الصفقات الجديدة اللي لسه هيجيبها. فالموضوع صعب قوي. طب النادي الأهلي بقى عنده 36 لاعب في القائمة غير 9 معارين، يبقوا 45، وديانج يبقوا 46، يبقى محتاج يمشي 11 لعيب برضو غير الصفقات الجديدة. كده الأندية اللي اتعاقدت مع لعيبة كتير هي اللي هتتضر، يعني في ناس هتمشي كده باي 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 على طول.